النهاردة وبحضور وزير الدولة الإماراتي ومحافظ القاهرة تم تسليم 200 أتوبيس من إجمالي 600 دول عبارة عن منحة إماراتية لتطوير النقل العام. حصل ده النهاردة زي ما بقول لكم بحضور وزير الدولة الإماراتي، ومعانا تقرير لزميلتنا هالة أنديل هي متابعة الموضوع. أزيح الستار عن الدفعة الأولى من 600 أتوبيس نقل عام جديد اقتسمت مصر والإمارات تصنيعها بتكلفة بلغت 550 مليون جنيه بدعم من حكومة دولة الإمارات لمصر. هذه الأتوبيسات وصلت بالفعل وتم ترخيصها بالفعل، وسوف تبدأ العمل اعتبارا من الآن في تخدم المدن الجديدة وتخدم عبارة تصدرت 100 أتوبيس مطور من أصل 300 ستسلم لمصر تباعا، حافلات أنست هؤلاء السائقين معاناة سنوات مع أتوبيسات نقل عام بالية. بالنسبة للعربات الجديدة ديت أجمل وأحسن من العربات القديمة بكتير. العربات القديمة طبعا كانت مفيش فيها كفاءة، دي فيها كفاءات عالية. بالنسبة للأتوبيسات الجديدة الطرة بتاعتها باور مريحة جدا. كل طب الراكب يخلي باله بس من العربية، هي دي يعني اللي طالبينها من الراكب، عشان بدل ما تقعد 5 سنين لا تقعد 15 سنة. وعلى 4 عجلات ستسير هذه الحافلات بشوارع القاهرة المزدحمة في محاولة لتخفيف أعباء لا تحصى عن كاهل المواطن البسيط. هالة أنديل، الحياة اليوم.